جاهز. جاهز. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المستحق لجميع المحامد، العليم بحال كل راقع وساجد، الموجود قبل الوجود وهو لكل موجود واجد، الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له شريك في الملك ولا والد. الحمد لله لم يزل في سماه عليا، قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا، جعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وجعل النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، أنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، لك أنت وحدك يا إلهي نسجد، ولذاتك العليا ندين ونشهد، بك نستعين فأنت عون من ارتجى، نحن العبيد وأنت أنت السيد، إنا رضينا بالشريعة وجهة الله عبد والرسول محمد، يا خير من جاء الوجود تحية للمرسلين إلى الهدى بتجاوب، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الخبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. سلامي على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله، قالت له نعم. سلامي على من قال للرب من أنا، قال رسول الله أرسلت للأمم. سلامي على الممدوح في طه وياسين والنون والقلم، سلامي على طه خير خلق الله كلهم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البذور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. أيها الأحبة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته، تبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة الكبرى في مجلس القرآن وفي شهر القرآن، تكريما لأم راحلة كريمة رامية عاشت في معية الرحمن إلى أن عادت الروح إلى بارئها
يعاد الجسد إلى أصله وهو التراب في أيام شهر رمضان، وشهر تتنزل فيه الرحمات والبركات والتجليات. أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لها لا عليها، وأن يجعل قطرها روضة من رياض الجنة. تكريما للأمة الراحلة حج زينة محمود درويش، حرم المرحوم الحاج علي الجهني، ومشاركة لأسرة الشيخ المغوري محمود درويش، السيد اللواء مهندس حسني درويش، ومشاركة لأبنائها الكرام حج ماجد علي الجهني، حج حمدي الجهني، حج وليد علي الجهني، حج إبراهيم علي الجهني، حج أحمد علي الجهني. مشاركة أيضا بأسرة الحاج محمد حجاني، مشاركة لفضيلة الشيخ محمود درويش، مشاركة الحاج محمد عبد الفضيل الجهري، مشاركة الأستاذ إبراهيم سند الجهري، حاج سالم الجهري، حاج محمد عبد العزيز الجهري. شاركين عموم عائلات درويش وعائلات الجهري الذين يشكرون كل من جاء من اتمام كان واجب العزاء. ايها الجمع الكريم، من اراد واعظا في الموت يكفيه، ومن اراد الغنى في القناعه تكفيه، ومن اراد حجه في القران يكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فالله تكفيه. ان سالوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وان سالوني عن نبيه قلت رسولا كريما، وان سالوني عن ديني قلت اسلاما حنيفا، وان سالوني عن عدوي قلت شيطانا رجيما، وان سالوني عن كتابي قلت قرانا كريما. هيا بنا نعيش مع الامتاع والاستمتاع، مع دقة الاداء وروعة التلاوة وجمال الصوت، صوت يصبح في ملكوت السماء والارض، قارئ وهبه الله جمال الصوت ودقة الاداء وروعة التلاوة، علم الاذاعة المصرية الذي تشرف به الليالي القرآنية، قمر الامسيات الدينية، بلبل وشغوان الفجر بالاذاعة الخارجية الذي تسعدون به فجر الليلة بمشيئة الله تعالى، عبر اثير موجات اذاعة القرآن الكريم من الجامع الازهر الشريف في قرآن الفجر، سائلين الله تعالى ان يوفقه وان يمده بمدد من عنده فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرف، يتفضل فضيلته مشكورا.
القح ورا شوي القح. بس تسلم تسلم عشان تعرف تسمع وتترزع. الناس لها طلب تاني والله. ده مباشر يا حاج مباشر. ده اشتغل مباشر يعني. بسم الله. خلاص ماشي كل مش مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدن زكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم. سيدة نساء العالمين كل ملك لحلاوة بارك في عمرك يا رب.
واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا Thank you.
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت من دونهم حجابا سويا
الجامعة وقادر قادر على كل شيء. أسلم الجامعة والسلام. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربي لأذنك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالت أنى يكون
يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك يا أخي والله 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 ثلاث أيمانات بالله أنا مرة بس بس اسمع القرآن قال كذلك الله يا سيدنا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا ف
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط
فكلي واشربي وقري عينا. ويوزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا تاريخ ولسه بتقرا لصوتك كمان. الله يفتح عليك، الله يزيدك، الله ينورك. تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. رسول المدد يا سيدي، ربنا يبعد. ووزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت بي قوم لا تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا الله
تزهرون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها شيئا فريا أخت يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله فأشارت إليه لا شك طبعا طبعا الله يرحمه فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني يا رب
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت والسلام علي يوم ولدت ذلك عيسى بن مريم. قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون ما كان Oh,
سبحانه 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 قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 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 إذا قضى هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم سبحانك اللهم أنت الواحد الأحد ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد لا أنت مولود ولست بوالد كلا ولا لك في الورى كفوا أحد أياما جل عن كيف وأين وعن ند وعن ولد ووالد ملكت الكائنات بحسن صنع وأنت على جميع الخلق شاهد وأنت أنت بحيث أنت ولا ند تمثله الشواهد أجرنا من عذابك واعف عنا وبلغنا إلى نيل المقاصد وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام حلق بنا قارئنا في عنان السماء في رحاب تلاوة قرآنية مباركة عطرة من سورة سيدتنا مريم عليه السلام تلاها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير أحد أبرز وأكبر طغاة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي
قارئ نيام العالم شقا وغربا كصفاغة متنقلة لتلاوة القرآن الكريم، دائما ما يمتعنا في قرآن الفجر والجمعة والأمسيات الدينية بالإذاعة الخارجية والذي تسعدون به بمشيئة الله تعالى فجر الليلة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم في قرآن الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف وعبر أثير الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك في هذه الليلة القرآنية المباركة وهذا المقام القرآني الكبير الذي يقام تكريما للأم راحلة حاج زينة محمود درويش حرم المرحوم حاج علي الجهري اسم أسرة الشيخ المروري محمود درويش اسم السيد اللواء مهندس حسني درويش اسم أبناء الفقيرة راحلة حاج ماجد علي الجهري حاج حمدي الجهري حاج وليد علي الجهري حاج إبراهيم علي الجهري اسم المعلم أحمد علي الجهري اسم أسرة الحاج محمد حلالي الشيخ محمود درويش حاج محمد عبد الفضيل الجهري الشيخ إبراهيم سند الجهري حاج سالم الجهري حاج محمد عبد العزيز الجهري اسم عموم عائلات الجهري وعائلات درويش تقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى حضراتكم وإلى كل من جاء مشاركا واجب الأعضاء. أشكر باسمكم للهندسة الإذاعية محطات الديزل الكبرى معرض الفني الإضاءة الحديثة الذهبية وأضواء الحديثة الكاشفة مهندس مصطفى واصل والمقيم بشبرا اليمن شراكة مع مخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة قصر الضيافة المنظم والمرتب مخازن الحاج محمد مسلم إدارة المعلم نبيل مسلم والمقيم بشبرا اليمن شاكرا لمصورنا هذه الليلة صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت أحد أشهر وأكبر مصوري الحفلات الدينية المتنقل عبر أنحاء الجمهورية مهندس رضا درويش والمقيم بقصر شبرا اليمن ثم الفندقية الممتازة المتميزة والفاخرة أعمال الضيافة المتميزة مثل محمد رمضان والمقيم بدهتورة أيها السادة سكر الله سعيكم جميعا.